السلام عليكم، معكم سهام راي، صاحبة أغنية تمنيت الموت تديني عليك. الأغنية الحمد لله ولات مشهورة ودابا كيداولها الصغير والكبير. الجديد ديالي مع في القضية ديال مع زينة الدودية، الحمد لله دابا حنا كملنا الإجراءات قضائيا والحمد لله الدعوة تقبلات الحمد لله، والميسرة راه غادا. اللي خلاني ندعيها لانها ما احترمتش بزاف الحوايج في الميدان الفني، يعني احنا كفنانين ما خصناش نبقاو غاديين غير بعشوائيه. يعني غناتها في 2014 قلت ماشي مشكل، يعني افتخار ليا، يعني عرفت راسي راه حطيت شي حاجه اللي قاست حتى الفنانين وعجبتهم وغناوها. قلت ماشي مشكل في 2014 مسخره اللور وكنشوف تفاجأت عاوتاني طلعت بها في 2017. قلت ماشي مشكل، كنتفرج بحال اي الناس غير مسخره اللور وكنشوف، ولكن باش غتجرأ وغتطلع بها عاوتاني في 2020 وغتحطها كالبوم وغتنسبوا ليها بنفس الكتابه اللي كاتبه انا وبنفس اللحن اللي ملحنه انا، راه هادي ما غنسكتش عليها. يعني انا الاغنيه يعني مسجله ومحفظه في حقوق المؤلف، والحقوق ديالي كلها الحمد لله مزيانه. كاين واحد العشوائيه كبيره، ماشي غنقول لك غير صغيره، واحد العشوائيه كبيره في المجال الفني، كله قرصانه، هذا كيغني لهذا، هذا كيقلد هذا، ما خصناش نكونوا هكا. مجموعه ديال الفنانين غناو الاغنيه ديالهم، واش كامل غتوقع عليهم؟ كاملين كاملين، كل شيء غنمشي معاه قانونيا. وفتحت دابا منين تفتح الباب ديال القضاء ما يمكنش غنهاجم غير فنانه وحده وغنخلي الاخرين. يعني اللي تجرأ، كل شيء اللي تجرأ الصغير ولا الكبير داخل المغرب ولا خارج المغرب، كل شيء غتمشي معاه المسطره القانونيه. منهم داخل المغرب زهير بهاوي، منهم حنان امجد، منهم مهدي محجور، منهم واحد الفنان حتى هو ما عرفتش الاسم ديالو، المهم مدير اعمالي هو اللي عارف، ولد حتى هو طنجه. وخارج المغرب منهم نصرو، منهم ليال، منهم جنات. كتنسب ليها، يعني هي نسبتها لراسها، وقانونيا ما يمكنش غتنسبها. يعني خدات الصوت ديالي وركبت عليه فيديو كليب، فهمتي؟ فاش شافوني انا راجع اللور قالوا راه هادي واقيلا راه غير، وانا راه غير مسخر اللور وكنشوف شنو واقع. شوفي راسك ما خديتيش الحق ديالك من الشهره كيف ما خداوه الفنان كبير ولا ما خديتش حقي غير في الشهره، اما حقي يعني من الاغنيه مستافده انا قانونيا، كنستافد من الاغنيه، من حقوق الطبع والمؤلف كنستافد من الاغنيه ماديا، يعني حيت الاغنيه ديالي. لا بالعكس والله ما كاينه شي غيره، بالعكس شيكو كانت غيره مني، راه فاش غتطلع في 2014 غنهاجمها، تما غندير لها ستوب ونحط ليها خط احمر، تما هذيك غيره مني، تما غيره مني. علاش؟ بالعكس انا ما غيرش منها، ولدرجه والله حتى كنت من يعني من المعجبين ديالها، لدرجه حتى فاش كانت غنات هذيك الاغنيه ديال عطيني صاكي باغا نماكي، وكان نص المغرب هاجمها، وكانوا رفعوا عليها دعوه قضائيه للجمهور، قالوا لها كت يعني كطيحي بالسمعه ديال بنات المغرب، يعني هاد الاغنيه عندك كدير. كنت انا كتعاطفت معاها بالعكس. لما كتحملي المسؤوليه هاد العشوائيه اللي كاينه في المجال الفني؟ كنحمل المسؤوليه يعني للفنان، لا جيتي تشوف يعني الفنان ما الفنانين ما عندهمش شي رقابه عليهم. ما كاينش واحد بحال المراقبه، انا غنقول لها ما كل وكي شي كيشرق وشي كيغرب، يعني راه ما خصناش نمشيو في هاد العشوائيه كاع. شوفي سبب الاخيره اللي بغيت نوصل للفنان والمسؤولين مثلا اللي كيخليو بحال هكا الفنان يهدو اغاني ديال الاخرين ويهدو اللعنه. ما لا نقول لهم هادشي ماشي معقول، يعني الفنان راه ماشي غير بالسميه، الفنان خصك فهمتي ما تجرأش اصلا على شي حاجه ديال شي واحد وغتجي وغتهزها وغتنسبها ليك. راه انا كنهضر على راسي، انا اي حاجه راه حتى الجديد دابا عندي خمسه الالبومات، كل شيء صافي كتبت لحنت كل شيء مقاد، ولكن ما خفت على هذا الشيء اللي وقع،
على هاد الشيء اللي وقع ديال على هاد الاغنيه، خاي خفت انني نطلع بالجديد. وكما كان دابا طلعت بالجديد، يعني اي حاجه كنديها كنوثقها في حقوق المؤلف عاد كنطلع، يعني ما كنمشيش بعشوائيه. العفو، العفو، شكرا على الاستضافه ديالك.